يا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. وهو صحيح، لفظ الصحيحين أرجح، تفرد بهذا اللفظ ابن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة رواه بهذا اللفظ، وغيره يرويه باللفظ الأول وهو أصح. مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب، في المسألة قولان: الأول أنه لا يفطر وصومه تام، وهو قول الجمهور ومنهم أحمد والشافعي، واستدلوا بما يأتي قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث معل كما في جامع العلوم والحكام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب وهو نص في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث دلالة من وجوه: أحدها أنه أمره بإتمام صومه، فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح فليتم صومه، معناه أن الصوم صحيح. ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال: فليتم صياما أو فليصم بقية يومه. الثاني أنه لم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث أنه قال: الله أطعمه وسقه، تعليلا وجوابا. ومعلوم أن إطعام الله وإسقاء الله للعبد على وجهين: الأول أن الله خلق له الطعام والشراب والحركة التي بها يأكل ويشرب، وعلى هذا فالعامد والناس وجميع الخلق، فالله أطعمهم وسقاهم، وهذا المعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبد، ولا قصد ولا عمد كما في هذه الصورة، فصار غير مكلف لأجل النسيان، فأضيف الفعل إلى الله قدرا وشرعا، فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل. فقوله الله أطعمه وسقى أي لا صنع له في هذا الفعل، وإنما هو فعل الله فقط، فلا حرج عليه فيه ولا إثم، فأتم صومك. وسياق الحديث يفهمه كل من سمعه أو عامة من يسمعه، يفهم أنه أن المراد به رفع المؤاخذة عنه أن صومه صحيح. من نسي أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. الثاني أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة، وهو قالوا قول مالك وربيعة، حملوا الإمساك أنه إمساك فقط دون صحة الصوم لأنه قد أكل. قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. والجواب أن هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنصوص المتقدمة عن الشرع، لم يعتبر النسيان في هذا الموضع ورفع عنه المؤاخذة وصحح صومه، فليس لنا أن نقيس بعد وجود النص. المسألة الثانية: من أكل أو شرب ناسيا فهل يجب إعلامه على من رآه؟ أن يجيب على هذا السؤال يجب على من يراه أن يعلمه، يجب عليه أن يذكرنا.
لأنه في ظاهر الحال منكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة أن يذكر، فإذا نسيت فذكروني، فلا يترك على الأكل وهو في ظاهر الحال منكر، وإنما رفع عنه بسبب عدم العلم. قال: ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع وجهين. الأول أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي في الإنصاف هو الصواب، وهو في الجاهل آكد، الجاهل آكد من الناس. الثاني لا يلزمه الإعلام، ثم وجه ابن مفلح وجها آخر أنه يلزمه إعلام الجاهل للناس. قال أبو عبد الله غفر الله له: وما صوبه المرداوي هو الصواب، والله أعلم، لكون الأكل أو الشرب في نهار رمضان من الصائم محرم، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن المعلوم أيضا أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيا فيجب على المأموم إعلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، فكذلك هذا السورة والله أعلم. ويسأل كثير من الناس إذا قام الإمام إلى خامسة وذكروه ولم يرضى أن يرجع، هل يتابعونه؟ الخامسة من يجي عندك عصا؟ لا يتابعونه، ينتظرون قعودا، ولا يفارقونه أيضا لاحتمال أنه نسي الفاتحة فقام يصلي خامسة، فإذا ينتظرونه أيضا قعودا حتى إذا سلم سلموا معه، ينتظرونه قعودا. فالذي يتابعه على خامسة وهو يعلم الخطأ تبطل صلاته، الذي يقوم إلى خامسة وهو يعلم أنه لا يجوز له المتابعة في هذا الحال تبطل صلاته، فإن كان جاهلا فيعذر بجهله، يظن أنه يجب أن يتابعه على الخامسة فهذا جاهل. المسألة الثالثة: لو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا، هذا يحصل عند بعض الناس، يظن أنه قد أفطر فيتعمد بعد ذلك الأكل. ذكر صاحب الفروع وصاحب الإنصاف في ذلك قولين، والأكثر على أنه يفطر لأنه قد تعمد الأكل، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معللا ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى فيكون بذلك مفرطا، ثم قال: على كل حال يقضي يوما ولا يضره إن شاء الله، وعليه التوبة والاستغفار لأنه اقترف الذنب عمدا، وكونه متأولا أنه قد أفطر هذا تقصير من أيضا لماذا لم يسأل أهل العلم. المسألة الرابعة: جماع الصائم ناسيا. كثير من العلماء لم يقبلوا في مسألة الجماع النسيان لأنه قالوا بعيد النسيان في حقه، والعبرة بالأدلة، طالما قد رفع عن الناس الأكل والشرب فكذلك الجماع، لو افترض حصول النسيان من الرجل والمرأة فلا يحصل الإفطار. في هذه المسألة أقوال: الأول أنه لا شيء عليه، كما أنه إذا نسي الأكل والشرب، وهو قول مجاهد والحسن والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وداود وابن المنذر وغيرهم، وهو ترجيح من عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب ناسيها، ورواية الحاكم من أفطر تشمل الجماعة أيضا. الثاني وجوب القضاء، وهو قول عطاء والأوزاعي والليث ومالك وأحمد
وأحد الوجهين للشافعية، وحجتهم قصور حال المجامع ناسيا عن حالة الأكل. يعني قالوا هذا ما يتوقع أنه ينسى في مثل الجماع، الأكل والشرب قد يحصل، والمسألة مفروضة فيما إذا حصل نسيان. الثالث وجوب القضاء والكفارة، وهذا أبعد، أن يلزم أيضا بالكفارة، هذا أبعد أنه ناسي، وهو المشهور من مذهب أحمد. وحجتهم حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قالوا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أنسي أم لا. قالوا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا ليس بصحيح أن الاحتمال وارد، بل سياق الحديث يدل على أنه كان متعمدا. واضح، يقول هلكت، يقول احترقت يا رسول الله. والرد على ذلك أن في سياق الحديث ما يدل على أن الرجل لم يكن ناسيا بل كان متعمدا، وهو قوله هلكت وقوله احترقت. ولو كان ناسيا لذكره هو نفسه في سؤاله، يقول نسيت يا رسول الله فحصل مني كذا وكذا. فهذه الألفاظ لا يقولها إلا من كان متعمدا للمعصية، لا من وقعت منه نسيانا والله أعلم. هذا احتمال بعيد، أن الرجل يحتمل أن يكون ناسيا، هذا الاحتمال بعيد لا يعرج عليه. المسألة الخامسة، من دخل في حلقه الذباب وهو صائم، وكذا الغبار والدقيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي، حكاه ابن التين. والصواب أنه انتهى، والصواب أنه لا شيء عليه، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم. وألحق الحنابلة والشافعية وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصد، وكذا نخل الدقيق وما أشبه ذلك. هذا يحصل كثير مع مرور الإنسان في الطرقات، في يأتي الغبار بدون أن يريده، ولكن الإنسان يتحرز، يأمر بالتحرز كما أمر من التحرز في المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المسألة السادسة، من أكل أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم. المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرا وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالذي يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكن واحد منهما يعلم أن ذلك منهي عنه. وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد بن تيمية وجزم به الشيرازي في المهذب أنه لا يعد مفطرا ويعذر بجهله، واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند أن نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، فلم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه، وعن سائر بن سعد بنحوه. وهذا القول هو الصحيح، وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله. وأما استدلال بحديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد تقدم الجواب عليه في مسألة الحجامة، وعلى التسليم بأنه أفطر، فلم يأتي في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أن الحجامة منهي عنها. فإذا تتعلق بالمسألة السابقة، قال النووي رحمه الله في المجموع إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر، لأنه لا يأثم،
فأشبه الناس الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. قلت ولا أظهر أنه لا يفطر أيضا إن كان جاهلا وإن كان مخالطا للمسلمين، والله أعلم. إذا ثبت الجهل، إذا ثبت أنه جاهل لا عن إعراض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.